لو قال قائل ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المدينة قال إني باركت في صاعكم ومدكم، فما الجواب؟ فالبركة لا نملكها، لا يملكها البشر، هي من الله عز وجل. فالجواب عن هذا أن هذا دعاء في سياق الخبر، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية. ولذلك في روايات بعض الأحاديث مثل قول جرير عند البخاري فبارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيل أحمس 5 مرات، وكقول عروة البارقي فدعا لي وبارك في صفقة يميني. والمقصود أنه دعا الله لهم بالبركة، وليس المقصود أنه أي المخلوق يملك البركة، والعلم عند الله.